أهلا بكم من جديد. استشهد الفتى الفلسطيني رمزي حامد البالغ من العمر 17 عاما فجر اليوم متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها منذ أيام في بلدة سنواد بمحافظة رام الله والبيرة. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد أصيب حامد برصاص أحد المستوطنين الذين هاجموا أطراف البلدة منذ عدة أيام. وباستشهاد الفتى رمزي حامد يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام إلى 218 بينهم نحو 40 طفلا. تنضم إلينا عبر الهاتف عبر الإنترنت من رام الله هند حامد والدة الشهيد رمزي حامد. أهلا بك معنا سيدة هند، وفي البداية خالص العزاء، وما الذي يمكن أن تقولينه بعد استشهاد نجلكم رمزي حامد؟ بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله أن ربنا اختارني أن أكون والدة الشهيد رمزي، هذا شرف عظيم إلي. الحمد لله رب العالمين، شرفني به رب العالمين واختارني، وربنا يصبر قلب وقلب أبو وقلب أخوته على فراقه يا رب العالمين يا الله، ولا من أقول ما يرد الله. الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدة هند، يعني رمزي كان ابن 17 عاما وكان أمامه، يعني ما زالت الأيام أمامه والمستقبل أمامه، يعني حينما قام أحد المستوطنين باستهدافه بالرصاص، يعني كيف علمتم ذلك، و يعني ماذا عن تفاصيل ما حدث له بالضبط خلال الأيام الماضية؟ وجينا مكالمة إن رمزي تصاوى، فجري أبو أخته يعني على السريع عليه، فراح لقوه في أول بلد، أخذ أبوه، ما كان ساعة 9 كانت مش متوفرة، أخذ أبوه وصار مستشفى، وقام الحمد لله رب العالمين باللازم إلى يعني ربنا اختار إن هذول 4 أيام يكونوا حتى يصبرنا فيهن على فراق حبيبي يمه، عايشين في العناية يعني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كانت جراحة خطيرة، كانت إصابة مباشرة، يعني إصابة مبينة أنها إصابة قتل، لأنها جت في مجمع شرايين، كان عندنا نزيف حاد اللي بلغونا في حطوها تقريبا 39 وحدة دم، والحمد لله رب العالمين الله اختارها واصطفى طلبها ونالها. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. ما الذي يمكن أن تقولينه عن رمزي، يعني ما الذي كان يميزه؟ آخر لقاء جمعك به سيدة هند قبل أن يستهدف بهذا الشكل؟ كان رمزي طفل بريء، أنا بحكي له 17 سنة بس طفل لسه، ما يعني بالنسبة إلى طفل 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 المدلل، آخر لقاء يعني كنا عند دكتور الجبس يعني في نفس قبل بيوم، بس يعني بس بساعة قبل بساعة كنا عند دكتور الجبس عشان إجره مكسورة زي الحمامة البيضة، لطيف قلبه يبقى زي الحليب، متعاون بحب يساعد الجميع، الله يرضى عليه الله يرضى عليه، ربنا حبه واختاره ربنا حبه واختاره. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني سياسة استهداف الشبان الفلسطينيين بهذا الشكل، يعني كيف تعلقين عليها، وإذا كانت لك رسالة سيدة هند ماذا تقولين؟ يعني
احنا شعبنا شعب شبنا الكل فيه، الحمد لله رب العالمين. هذا الرباط احنا مرابطين، واحنا جمعنا في فلسطين، وما نقول الا ما يرضي الله. حسبي الله ونعم الوكيل، في اليهود وفي المستوطنين، في عوان اليهود حسبي الله ونعم الوكيل. هو حق عليه خلاص الحق، خلص حق الاطفال الشهداء والجرحى والاسرى من اليهود. حسبي الله ونعم الوكيل. وماذا تقولين أيضا لرمزي الآن وهو أصبح شهيدا بين يدي الله عز وجل الآن؟ إن شاء الله إن ربنا يتقبل بقبول حسن. دعيت ربي إنه يجمعني فيه في جنات الفردوس مع الصالحين والشهداء والنبيين، وحسن أولئك رفيقا. إن شاء الله موعدنا الجامعة. شكرا جزيلا لك سيدة هند حامد، أشكرك شكرا جزيلا والدة الشهيد رمزي حامد، كنت معنا مباشرة من رام الله، وخالص العزاء لك، شكرا جزيلا لك. آراء جمهور الجزيرة مباشر مشاهدينا بشأن استشهاد 4 فلسطينيين واعتقال العشرات نتيجة تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية في الضفة الغربية، والتي أتتنا عبر الخط الساخن نرصدها في التقرير التالي. إلى متى هذه السياسة الاستبدادية والإرهابية والاستعمارية في حق إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والفلسطينيات؟ دائما وكل يوم ما نسمع في حالات اعتقال وحالات وفاة بحق إخواننا الفلسطينيين. نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يكون النصر قريب بإذن الله. كل هذه الأحداث وكل هذه المستجدات على صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي أو مناطق الضفة الغربية إذن تؤشر لنا وتدل لنا وتوحي لنا بأن هناك فعلا تصاعد إسرائيلي اتجاه المواطنين الفلسطينيين دائما وبشكل متكرر. يعني وهناك أيضا يعني قوات الاحتلال قتلت 40 طفلا منذ بداية العام 2023. يعني هذا لوحده جريمة حرب، هذا لوحده انتهاك صارح ضد القانون الدولي الإنساني، ضد اتفاقية جنيف، ضد القانون الذي يحمي الطفل الفلسطيني. فإسرائيل حتى بعد قتلها الأطفال فهي تريد أن تقتل الحجر والشجر والبشر. جريمة كبرى ما يحدث في فلسطين، ونسأل الله لهم النصر بإذن الله، وإن شاء الله إن الله نسأل الله توحد العرب والمسلمين تحت قيادة واحدة. نسأل الله أن يرزقنا قائدا حكيما وقائدا شجاعا يحرر القدس ويوحد الأمة، يوحد الأمة العربية تحت راية واحدة لكي نتحرر من هذا الاستعمار الخبيث والذي يحاول تدمير كل الشعوب العربية والذي يفكك كل الشعوب العربية. رفضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة لد اليوم الاثنين الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة 60 عاما من مدينة بقا الغربية في منطقة المثلث، رغم أنه أنهى محكوميته منذ شهور عدة. والأسير معتقل منذ 38 عاما ويعاني من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي، ويتواجد في مستشفى سجن الرملة. وأنهى الأسير دقة حكمه البالغ 37 عاما قبل نحو 3 شهور، لكن الاحتلال أضاف إلى حكمه 2 إضافيين بدعوى تهريب هاتف. تنضم إلينا عبر الهاتف من الداخل الفلسطيني سناء سلامة زوجة الأسير المريض وليد دقة. أهلا بك معنا سيدة سناء، وفي تقديرك لماذا رفضت محكمة الاحتلال الإفراج عن الأسير وليد دقة رغم أنه أنهى محكوميته التي بلغت 38 عاما؟ نعم، لأن سلطات الاحتلال بطبيعة الحال لا تريد وليد حرا ولا تريد أن يتحرر على قدميه، وإنما تسعى بكل الطرق
إلى أن تسبب له وضع صحي وطبي لا يمكن علاجه، وتساعد في أن يتدهور وضعه الصحي، ويعتقدون أنه ربما بهذه الطريقة سوف ينتصرون على وليد الذي قضى 37-38 عاما في سجونهم إلى الآن، وكان طوال هذه الأعوام لطالما كان منتصرا عليهم في كل معاركه ضدهم، ونأمل أن أبو ميلاد سينتصر أيضا في هذه المعركة الأخيرة. هو تبقى لأبو ميلاد سنة ونصف للتحرر بدون قيد أو شرط، ولكن من حقه أن يتحرر الآن قبل مرور السنة والنصف، لأن وليد كما ذكرتم أنهى محكومية المؤبد في أذار الماضي، ولكن إمعانا في القمع والتنكيل أضافوا له عامين إضافيين، وأصبحوا هذين العامين مصيريين جدا لحياته، ويرفضون الإفراج عنه بدعوى أنه ما زال يعرف كأنه أسير مؤبد، ويتعاملون مع العامين الإضافيين كأنهم وحدة اعتقالية واحدة مع 37 عام، ولذلك يصرون على تعريف وليد بالأسير المؤبد، وكما هو معروف بحسب قوانينهم العنصرية التي يشرعونها صباح مساء في برلمانهم العنصري، فكل من يعرف بالأسير المؤبد لا يحق له أن يمثل أمام لجنة الإفراج المبكر. كيف يبدو الوضع الصحي للأسير وليد دقة، وهو كما هو معروف أنه مصاب بنوع نادر من أمراض السرطان؟ نعم، وليد ما زال بعيادة سجن الرملة، وهي فعلا عيادة لا نستطيع أن نطلق عليها مستشفى، لأن عيادة سجن الرملة لا تستوفي الشروط الأساسية لعلاج حالة صحية مركبة كالتي يعاني منها وليد. ليس فقط قضية السرطان النخاع التليف النقوي الذي يعاني منه وليد، ولكن هناك مشكلة قصور قلبي خطير جدا. عضلة القلب تعمل لدى وليد 25% فقط. كل الوضع الصحي أدى إلى إضعاف القلب، وهو يعاني كما قلت من قصور قلبي، بالإضافة إلى الوضع الرئوي الخطير الذي نتج عن استئصال كامل الرئة اليمنى تقريبا قبل 3 شهور، وكل هذا حصل مع وليد بسبب الإهمال الطبي، وبسبب أنه لم ينقل إلى المستشفى بالوقت، وأيضا بالنهاية نقل بعد ضغط منا، بعد أن قلبنا السجون حرفيا على رأس إدارة سجن عسقلان، وضغطنا باتجاه أن نقل وليد إلى المستشفى. غير ذلك لم يكن لا ينقلوه إلى المستشفى، ولم يكن ليتلقى العلاج أبدا، ولذلك فالوضع الصحي هو ليس سهلا، وضع جدا معقد، ونأمل أن يصمد أبو ميلاد في السنة ونصف الباقية له بالسجن، وأن يتحرر على قدميه لا كما يريدونهم، وأن يخرج إلى الحرية رغما عنهم بدون قيد أو شرط. نحن نؤمن بأن أبو ميلاد صلب وقوي، وأنه بإذن الله سوف يتجاوز هذه المحنة الصحية، وسوف يكون حرا كريما معافا قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة، أشكرك شكرا جزيلا. المسائية مستمرة مشاهدينا، وبعد قليل الجزيرة مباشر ترصد عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم عين الحلوة، ووزير الداخلية اللبناني يقول لا نقبل أن يكون لبنان ساحة لتنفيذ أجندات خارجية وتبادل الرسائل الأمنية.
لا نقبل بأن يتحول لبنان إلى مكان لتنفيذ أجندات خارجة عن لبنان أو خارجة عن مصلحة اللبنانيين أو خارجة عن ما يجب أن يكون ضروري لبناء دولة صحيحة. لا نقبل ولا نسمح بأن يتحول لبنان إلى مكان لتبادل الرسائل الأمنية.